يدعون أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، لكن في الحقيقة أغلبنا ما يطيق من يخالفهم الرأي، ونعتقد أن العلاقات الناجحة تكون بين المتوافقين بالرأي، وننسى أن التطابق هو شبه مستحيل. اللي يصنع السعادة مو التوافق في الرأي، الانسجام والتناغم بين الناس له دور كبير طبعا. كم من العلاقات فشلت بالرغم من تطابق الطرفين، وكم ساعدنا بعلاقات بين مختلفين استمرت متناغمة ومنسجمة. تفضل. صباح الخير سعد. هو انت خليت فيها خير؟ جاي رايح بكيفك، لا يكون مفكر حالك مدير للشركة. لا لا عفو استاذ، بس بصراحة أنا ما نمت طول الليل. ما في داعي للأعذار والسواليف، هات هات المشروع، خلينا نبدأ شغل. التصميم، فأنا اقترح أن احنا يعني نفتح شباك من هذه الجهة هذه أساس التهوية، وبعدين احنا تلافينا كل الأخطاء اللي كانت في التصميم الأولاني. تدري لو أنك ما أنت مهندس شاطر واعتمد عليك كثير بالشركة كان خصمت عليك التأخير اليوم. ما تقصر يا أستاذ، بس أنا أعتذر مرة ثانية، لأن فعلا من رديت البيت ما قدرت أنام، قاعد أحضر للدورة التدريبية لمنتدى الهندسة اللي كلمتك عنها، فتعرف يعني الواحد لازم يجهز نفسه ويحضر نفسه على أساس ما يحرج قدام الطلبة. إيه بس هذا ما يعطيك مبرر إنك تتأخر على شغلك، مصدر رزقك، إلا إذا كنت مستغني عن وظيفتك. على فكرة على كلام الهندسة، ما الهندسة إن شاء الله خلال شهر ولدي نايف راح يتخرج من أمريكا ويجي هنا يستلم معي إدارة الشركة. مو بس هو، حتى بنتي الصغيرة أيضا تدرس هندسة، لمية. إيه نعم، يعني انتبه لحالك زين، أي غلطة ممكن تخسر فيها وظيفتك. يعني بالمفتشر كذا لا تنغرب نفسك أنك مهندس شاطر. أنا أعتذر مرة ثانية سعد. تفضل. هيك بنكون خلصنا محاضرة النهاردة، يعطيكم العافية. تدرين ما في حل غير أسجل في منتدى الهندسة وأستفيد من المعلومات الإضافية اللي يقدمونها. ما عرفتك يعني بالكلاس والدكتورة بوجهك مو بفاهمة، تبين تفهمين بالأونلاين بغرفتك؟ مو بصحي والله. إيش فيك حبيبي؟ وش اللي مضايق خلقك؟ شغله بلاوي، غالب ونايف الزفت هذا، كل يوم مهددني بالفصل. بس ليش قاعد أتأخر عن الشغل؟ ما أدري شو أسوي. أنا أدوب قادر أنسق بين الدوام وبين هذه الدورة التدريبية. طيب حبيبي خليك من الدورة، أهم شيء ما تضغط نفسك. راتب الوظيفة ما يكفي يا منى، إيش فيك؟ يعني عجبتك هالعيشة هذه اللي احنا عايشينها؟ أشوفك جالسة لحالك، وش تسوين؟ ما في شيء، أقلب وأشوف إيميلاتي وتويتر. خير؟ فيها شيء غلط؟ لا أبد، منو قال إن فيها شيء غلط؟ أنتم الطالبات الجامعة تغلطون؟ متثقفات متعلمات، الغلط ما يجي إلا منا الجاهلين اللي مدارسين ولا شيء. يوه تكفين، وش جاب سبت العام الحين؟ سألتيني وجاوبتك، وش فيها يعني إذا شفت إيميلاتي؟ ما فيها شيء. نوف حبيبتي أنت ليش سوين كذا؟ تراني أحبك وما سويت لك شيء. خلاص خلاص، ما بي أنا أحب وحنان. علميني علميني،
وش اخبار المنتدى معاكي؟ عساك استفدتي. الصراحة مرة مفيد، ليه ما تسجلين معاي في المنتدى وتسمعين كلام المحاضر؟ كلامه حلو كثير، اللي افهمه هني بساعات افهمه عند الدقائق. كلامه حلو؟ والله اشوف هو اللي عاجبك، اعترفي يا حنون. ايه من جهة عاجبني؟ ايه عاجبني. خلاص ما بكمل كلام، تسجلين في المنتدى وبتشوفين بعينك. من جد؟ بسجل. قولي لي امتى وكيف وانا من اول مسجلين. طبعا في الأخير أحب أقول إن علم الهندسة طبعا هذا عالم كبير ومتشعب، وفي التصاميم، في الفنون الهندسية، في كل هذه الأمور بنفهمها إن شاء الله خطوة خطوة، بس لازم نفهم الخطوة الأولى ومن ثم ننتقل إلى الخطوات التالية. أي استفسار أنا حاضر ومستعد، تقدروا تراسلوني وتكلموني عن طريق الإيميل. أيضا أحب أرحب بالعضو الجديد لمياء. شو الوضع؟ أشوفك مستانسة على المنتدى والمحاضر، ما اشوفه غير يقولك لميا عندك سؤال، لميا تبي شيء؟ تبين الصدق؟ ايه؟ مهندس فيصل مره عجبني، يعني كلامه اسلوبه طريقته مره حلوه. طيب والحل وش تبي تسوي؟ بيني وبينك افكر ارسله ايميل، يعني اساله عن الكورس او بروجكت اي شيء، المهم اجس نبضه. طيب جربي ما تخسرين شيء. بجرب. يلا يلا نمشي. السلام عليكم استاذ فيصل، ممكن تساعدني بمشروعي بالجامعة واكون ممتن لك. لم يسعد أنا جاهز. يا برقمي من قدك يا لميا، عز الطلب. وهذا رقمي. اسمها لميا. بنت بو نايف، صاحب الشركة اللي كلمتك عنها. ايش رايك؟ انت اخذ رايي الحين ولا انت قررت وخلصت؟ انا لو قررت ما فتحت معاك الموضوع. شوفي، يمكن اللي انا افكر فيه خطا، بس ترى يمون الدنيا فرص لازم نستغلها، وانا اشوف هذه فرصه جات لحد عندي. طيب وش مطلوب مني؟ المطلوب منك توافقين على الخطة هذه، والشيء الأهم تثقين فيني. عندي لك خبر يسوى مليون ريال. وش الخبر؟ قولي. تدرين المهندس فيصل اللي نتابع محاضرته في المنتدى وين يشتغل؟ فيصل؟ ما أدري، ما أعرف. وين؟ في شركة أبوكي. شركة أبوي أنا؟ كيف عرفتي؟ أمس وأنا جالسة جاء أبوي ويسألني عن الدراسة والمشاريع، وقلت له أني أحضر المنتدى الهندسي حق المهندس فيصل، وقال لي أنه يعرفه وصار له أكثر عن سنة يشتغل عند أبوكي، أبوكي يحب شغله كثير. صراحة هذا أحلى خبر سمعته، بجيب لك أحلى حلا، أحلى حلا. هلا لميا، شلونك؟ هلا استاذ. حسب اسم ازعجتك؟ لا لا بالعكس بالعكس، ما في اي ازعاج، انا سعيد اصلا بهالمكالمه هذه. قولي لي شلون مشروعك؟ صراحه دقيت عليك في سالفه سمعتها من صديقتي وابي اتاكد. خير؟
لا هو خير إذا كان اللي في بالي صح. بس أنت قولي وين تشتغل؟ أنا أشتغل في شركة أبو نايف للهندسة. شركة أبو نايف؟ تعرف وش يصير لأبو نايف؟ ترى أبوي. والله والنعم. ما شاء الله بيت أبو نايف. أنا أقول كل هالذكاء وهالثقافة البنية طالعة على من؟ أتعرف على أبوها. Because the truth is, everyone has a voice, and there comes a time when you have to shout. لم يا يما تعال نشرب الشاهي معنا. مساء الخير لأحلى عائلة بالدنيا. وين الشاهي؟ هذا الشاهي. وش وراء الترحيب هذا؟ خلصينا روحي خلني اطالع التلفزيون. يبا بس حبيت امسي. وبعدين مالك حق تسالي؟ تكلمها بالجوال قدامي وماخذ راحتك الف، والمفروض اني ما ازعل. هذا قلتيه انت، قاعد اكلمها قدامك مو وراك. كل شيء واضح، كل شيء قاعد يصير قدامك، وهالشيء احنا متفقين عليه صح ولا لا؟ الا اذا كنتي مو بواثقه فيني. انت انا واثقه فيك بس غصبا عني صدقني. انا اسفه. غيرة نسوان شو نسوي؟ قومي قومي سوي لنا شيء نشربه. يلا يلا بلد. انا استاذ أفهم من كلامك يا ولدي أنه خلال شهر إن شاء الله تكون بيننا هنا. أي نعم. لا 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 تشيل بال. أي انتبه لنفسك بس، تراك أنت سندي في هالدنيا. أي نعم. هي أبيك تجي طبعا تشيل عني الحمل شوي بالشركة. يلا حبيبي مع السلامة. كل اللي قلتيه يما فهمته، لكن أبي منك طلب واحد ما أبي غيره، وأنا عندي ثقة كبيرة فيك يما. الناس يدخلون البيوت من أبوابها، وهذا فيصل إن كانت نيته حسنة خليه يتقدم لأبوك ويطلبك، مع أني ما أعتقد أبوك يوافق لأنه ما يعجب العجب، لكن لازم يعمل اللي عليه. وأنا مثل ما فهمت منك فيصل على قد حاله وما هو من مستواك، بس خلينا نسوي اللي علينا. لميا أبيك توعديني وعد أنه ما تتصلين فيه بعد هذه المكالمة لين نشوف وش رح يصير. إن شاء الله. أبشر يما. فيصل أنت تحبني؟ إلا أموت فيك. أجل أنا أبيك تكلم أبوي، لازم تخطبني من أبوي. يا ريت، بس بصراحة أنا وايد أخاف من أبوي. أنا هذا آخر كلام عندي، لازم تكلم أبوي اليوم قبل بكرة. أنا بكرة بروح أقابل أبوك وبطلبك منه، بس أطلب منك تدعي لي. الله يخليك لي. في أمان الله. يلا مع السلامة. تفضل. ها فيصل وش عندك؟ عمي ابو نايف بصراحة أنا عندي موضوع، بس أدري يعني إنه
إنه مو وقته ولا مكانه. قول قول وش عندك؟ عمي أنا بصراحة يشرفني إني أتقدم وأخطب بنت حضرتك. نعم نعم، كأني ما سمعت وش قلت. اللي يبي يتزوج أو يبي النسب من أبو نايف لازم تكون مواصفاته غير مواصفاتك تماماً. كوني أعتمد عليك بالشركة هذا ما يعطيك مبرر إنك تتقدم لخطبة بنتي. بعدين تعال هنا، أنت كيف عرفت البنت حتى تتجرأ تخطبها؟ لا أنا عرفتها عن طريق المنتدى وبالصدفة عرفت أنها بنت حضرتك. خلاص ولا كلمة وزيد على كلامي كلام، اعتبر نفسك مستقيل وبكرة تمر الشركة تأخذ باقي حقوقك برا. وينها اللي ما تستحي على وجهها؟ وينها الجامعية المثقفة؟ وينها؟ وينها؟ تعالي هنا تعالي هنا تعالي هنا. من هو فيصل؟ من هو فيصل؟ قولي يبا وش السالفة؟ علمني. المهندس فيصل، لا تنكرين بأنك تعرفيه. قولي أعرفه يبا؟ إلا أعرفه، بس والله والله ما قد شفته ولا قابلته. اسمعيني من هالحين بس، انت ولا كلمة، لا تتدخلين. اسمعيني من اللحظة هذه، لا جامعة لا منتدى لا خرابيط، مفهوم؟ يلا على غرفتك يلا. هذا اللي ناقص في بعد. هلا حبيبي، ما قلت لي انك بترجع بدري اليوم. طلعت من شغلي. ليش؟ وش صار؟ لما رحت اخطب بنته عصب وزعل وسمعني كلام مثل السم. في الاخير قال لي يلا اطلع برا، ما ابي اشوف رقعة وجهك. طيب يعني نقلب السحر على الساحر، وبدل ما نرتفع فوق نزلنا لسبع أرض. الحين وش نسوي؟ وش الدبرة؟ لا تحديني حبيبتي، وحياتك أنت بتزوجها وغصبا عنا، والملايين اللي على قلبه بتكون ملك وملكك وبتشوفي. ألو، هلا حبيبتي. فيصل، أبوي طقني وحبسني في البيت. اهدي اهدي يا حبيبتي، لا تحاتين. لميا، احنا انخلقنا لبعض. أقولك شيء، ايش رايك نهرب مع بعض؟ أهرب؟ وين أهرب؟ أبوي يقتلني. يا حبيبتي هدي لي نفسك انتي الحين، بكره بكلمك ان شاء الله. تمام لمياء، انا احبك موت. انا بعد. ابو نايف، أبي أقول لك شيء، بس لا تعصب علي، تكفى. ترى البنت ما غلطت، وش ذنبها إذا تقدم لها واحد مو من مستواها؟ أنا أعرف بنتي زين ومتأكدة إنها ما شافتها ولا تعرفها إلا من النادي اللي تتكلم عليه. بنايف، هذه لمية صغيرة، لا تخليها تنام وهي زعلانة. تعرفين تسكتين؟ هذه بنتي وأنا عارف وش اللي راح أسويه معها. بعدين أنا ما غلطت، واللي يزعل اليوم مصيره يرضى. بعدين انت عارف اذا ما سكتتي عارفه وش اللي راح اسويه معك. خلاص اسكت اسكت، ومن اليوم تقعد في البيت لحد ما يجي نصيبها. انا يكفيني مهندس واحد بالعائله. Thank you.
الو، هلا خالد. وش اللي تقول انت؟ طيب من اللي يقدر يجهز اموره في يومين ويطلع على ابو ظبي؟ طيب خلاص خلاص، بكره ادبر اموري وامشي. مع السلامه. ابو نايف، وش رايك تاخذنا معك لابو ظبي؟ منها انتبه عليك واعطيك علاجاتك، ومنها نغير جو انا والبنات. طيب، بس اللي اقول عليه تنفذونه، انا ماني رايح سياحه ولا ترفيه، رايح بشغل. حاضر حاضر، انت امر. أبي العزيز، أمي العزيزة، أختي الحبيبة، أخي الطيب، سامحوني لكني اخترت الحياة التي أراها مناسبة لي، فأنا لا أستطيع أن أعيش دون فيصل، وأرجوكم سامحوني، فأنا لم أفعل أي شيء يسيء لكم، ونحن سنتزوج حسب الشرع والأصول، وسأبقى دائما ابنة أبو نايف. ما عندي بنت اسمها لميا، ماتت لميا. واهرب الان. وش المصيبه يا اخي، وش المصيبه؟ ليلى شبابي، ليلى نوري. الله حبيبتي، هذا ترى شيء بسيط. صدقيني الله، انا بعوضك وبعمل لك اكبر عرس في اكبر فندق. صدقين في الطبيعة واجد أحلى، أحلى من الصور، أحلى بكثير. ما شاء الله عليك حبيبتي، لا تزعلين خلاص. يعني أنا متأكد إن هذه فترة بسيطة، وأبوك بيرضى عليك إن شاء الله، لا تعادي. يا ريت، الله يسمع منك يا رب. يلا حبيبتي، يلا 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 يلا. بسم الله، يلا. شديت الحلم. تقول شيء؟ أنت من يوم وصلت ما قلت ولا كلمة. وهي لميا خلت أحد يتكلم ولا يقول يمه؟ أنت عاجبك وضع أبوي؟ كان ينتظرني أجيب الشهادة من أمريكا ويفرح فيها ويرفع فيها راسه. قلبت فرحنا الحزن. لكن هين، والله ما سامحها، والله ما سامحها. لا حول ولا قوة. قول حبيبتي،
احنا متزوجنا الحين صار لنا شهر، شو رايك يعني نحاول ان نروح صالح اهلك؟ ايه بس انا مره خايفه من ردة فعل ابوي. ليش تخافي؟ احنا متزوجين حسب الشرع، يعني مو مسوين شيء غلط. واعتقد ان بعد الفتره هذه كلها انا متاكد ان ابوك بيسامحك. اجل خلاص اللي تشوفه. خير؟ وش تبين؟ ابي اشوف ابوي. انا ما ابي اشوفك، انقلعي. سمعتي ابوي وش يقول؟ يقول انقلعي. اذلفي. بس هذه حالتك؟ نكد في نكد؟ الفلوس اللي أرسلت لي إياها أمي خلصت، وإنت صار لك شهرين ضقت بريال وريالين. الله، الحين مو عاجبك الريال؟ خلاص روح عند أبوك اللي يعطيك الآلاف المؤلفة اللي عنده. خلاص يا فيصل خلاص، إنت تدري أنا جربت معاهم مرة والثانية وما فاد. لولا أمي تحفظ علينا وترسلنا إيجار البيت كنت أنا وبنتك في الشارع. ما قصرت أمك بصراحة، لا تخافين ما راح تكون بالشارع. أنا بوديك عند منى لما أشوف حل. منى؟ من منى؟ منى زوجتي. أي زوجتي اللي تزوجتك عليها. زوجتك كيف؟ تمزح صح؟ لا والله ما أمزح، فعلا زوجتي. وإذا مو عاجبك تراني طلقك وشوفي وين بتولين. بس خلاص. سمعيني عدل، ما عاش اللي يرفع صوت على فيصل. أحمدني؟ أيوة الأصابع عندك وباطن الرجل. سلامتك يابا سلامتك. الله يسلم. أبو نايف شف هذه صورة حفيدتك مثل القمر ما شاء الله عليك. أنا كم مرة قايل لك ما أبغى سيرة البنت في البيت هذا. أنا ما عندي بنت باسم لمية، ماتت من زمان خلاص. وندريت انك تساعدينها من قريب او بعيد، تراكي طالق بالثلاث. انا ما ادري ليه ما طلعت نفس حنين صديقتها خطيبه اخوي الله يسلمه. وانا ما ادري منين جبتي كل هذه القسوه. لم يا اختك عقب اللي سوتها فينا وكسرت كلام ابوي انا ما عندي اخت. ولا ايش رايك يا نايف؟ كلام نوف صح يمه، أبوي ما هو بناقص، وأنا قبل قلت والله ما أسامحها ولا أني مسامحها. Thank you.
الحق، هدى حرارتها مرة مرتفعة. أقول لك حرارتها مرة مرتفعة، تقول لي حطيها تحت الموية؟ أدبر عمري، كيف أدبر عمري؟ خلاص خلاص. طمنيني دكتورة. أنا مش عارفة أقول لك إيه، بس التقارير اللي قدامي بتقول إنه بنتك عندها سرطان دم. سرطان؟ بصي هدي شوية، أهم حاجة إحنا عندنا خطوتين دلوقتي، الخطوة الأولى لازم نغير دم، الخطوة التانية والأهم وهي الأصعب هو إن إحنا محتاجين نغير ونزرع خلايا جذعية. وكم تكلف العملية هذه؟ العملية زي دي ما لا يقل عن 300 ألف ريال تقريبا. مبلغ كبير، ما في مستشفى أرخص؟ تكفين دكتور، إحنا ظروفنا مرة مرة صعبة. بصي العمليات اللي زي دي مكلفة جدا، أنا عايزاكي تفكري كويس وقرري هتعملي إيه، لأن حياة بنتك في خطر والوقت مش في صالحها. أرجاكي ساعديني، بنتي بتموت، محتاجة عملية مستعجلة. عملية وشو؟ سرطان يما، سرطان. سرطان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يما أبوك الحين راقد بالمستشفى وأنا ما أقدر أساعدك بشي. المشفى؟ وش في أبوي؟ أبي أزوره. يما أقول لك إن عرف إني كلمتك يطلقني، وإنتي تبين تجيني تشوفيه. يما يظل أبوي أبي أطمن عليه وأستسمح منه. يما أقول لك ما يصير تجين، إنتي بس ادعي له يقوم بالسلامة، وإن قام أنا متأكدة إن قلبها رح يحن عليك ويسامحك. خلاص لميا، خلاص. أعطيني. ألو لميا، لك أين تتكلمين عقب اللي سويتيه؟ هذا الرقم لا عاد تدقني عليه مرة ثانية، فهمتي؟ يلا انقلعي. فسال الحق علي، بنتك فيها سرطان ومحتاجة عملية زرع نخاع، ما عارف من وين أجيب فلوس. أقول لك سرطان. مسافر؟ كيف؟ وين؟ ألو فيصل، ألو بالله اطمنا يا دكتور، وش حال أبو نايف؟ الحمد لله زالت مرحلة الخطر حاليا، بس أهم شيء ما يقطع المميه. تسلم يا دكتور. نقدر ندخل له؟ تقدرون تدخلوا له، بس ولكن بدون إزعاج لو سمحتي. مشكور يا دكتور، مشكور. استاذنك تحطي بس مبلغ في الامانات تحت، والا مش هقدر اخد اي اجراء. ايوه حاضر. الله يكرمك. ردي يما، ردي. وين بعد؟ مخلق، مسافر. يما الحين ما اقدر ارد عليك، انا واخوك واختك بزياره وتركنا ابوك بالبيت، اكلمك بعدين.
اطلعي برا، ما ابغى اشوفك برا. لا يابا، لا يابا، مو طالعه. يابا لازم تسمعني. يابا مو بعيشه هذه اللي انا عيشتها. يابا سامحني، تكفى سامحني. يابا سامحني عشان بنتي وشباب هذه البنت المسكينه. بعد كل اللي سويتيه وجاي بكل بساطة سامحني؟ لا، أنت اخترتي حياتك ولازم تدفعي ثمن خيارك. عشتي ما عشتي بكيفك، هذا ذنبك مو ذنبي. وفي شيء ثاني لازم تعرفيه، أني ما راح تحصلين على أي شيء مني. من بكرة راح أتصل بمحامي وبكتب كل شيء باسم أختك وأخوك. نعم، هدية زواج من حنين. حنين؟ حنين صديقتي؟ إيه حنين، أنت وطيتي رأسي بالطين. اطلعي برا. لا يبا، يبا بك سامحني، تكفى سامحني. برا يبا، برا برا، ما أبغى أشوفك، خلاص برا. يبا 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 راح اتصل بالمحامي واكتب كل شيء باسم اختك واخوك. انا عايزك تفكري كويس وقرري هتعملي ايه، لان حياه بنتك في خطر والوقت مش في صالحها. أحياناً تحدنا الظروف إلى تحدي أقرب الناس إلى قلوبنا، ونستمر في التحدي حتى يصير الموضوع خارج عن السيطرة وننسى قرب الناس إلى قلوبنا وواجبنا تجاههم، مندمجين في معركتنا لإثبات ذاتنا قدامهم. لكن إذا انكسروا وصاروا بحاجتنا ننسى كل الأذى اللي جانا منهم، وما نتذكر إلا معزتهم ومكانتهم الباقية في قلوبنا، وتزيد لهفتنا عليهم ونسوي أي شيء علشان نساعدهم بغض النظر عن كل إساءاتهم. تفكري بما أنك أنقذت حياتي راح أسامحك. لا، أنا لا أزال عند كلامي. ما راح تحصلي من وراء أي شيء. وانت يا أم نايف، قولي حق نايف يكلم المحامي ينفذ الوصية. الله يسامحكم، الله يسامحكم.